ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هما كمان. فين ده اللي يا رحيم؟ في الحفظ والصون. ايه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش، قول. وانت تعرف عني يا عمده اني لو قتلت هخاف اقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي انت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. اسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحه. اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعه. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمه الحلوه دي الا لو كان الشيطان فيها. او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعه اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات، وأنا قلت لك أخويا، اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده، ما تجمد شوية، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي. احنا نقعد مع بعض ونتكلم، واللي عنده حاجه يقولها. انا اللي عندي تقال. اشوفكم العزاء الجاي ان شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا هعمل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحتي خير؟ عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما هو ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، اللي عايزين رقبتي انا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعه دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعه وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو ورده. ايه؟ ابو ورده؟ ابو ورده هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، اللي جرى الله. خرب بيتك يا هشام. ابو ورده عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 لا، ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو ورده، يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبتهولك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها، امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا.
طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايزين نروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ قال لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست. انا اللي ممكن اعمل كده؟ داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايزه افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايزه اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده، بعد ما ماتت انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس انا خايفه، حاسه كاني لسه في السجن. خايفه وانا معاكي. انا خايفه علشان انت مش معايا، خايفه من كل صوت خطوه، من كل صوت فتحة باب، خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش هيقدر ياخدك مني تاني أبدا. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا دليا، أنت عايزة إيه؟ على العموم أنا مش عايز أسمع ردك دلوقتي، عاوز أسمعه من غير أي ضغوط عليكي، يعني بعد ما اثبت براءتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده بيورطها اكتر. انا مش فاهمه هو عمل كده ليه؟ وايه اللي خلاه يهربها؟ وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. اوكي، رحيم بيلعبها معايا، ماشي. اسمع يا عماد، انا ماليش دعوه بقى باي حاجه بينكم، انا بنتي عايزاها ترجع لي. انت عايزه داليا وانا عايز داليا، اللي واقف بينا هو رحيم. لو كلمتك وهي اكيد هتكلمك، قولي لها ان مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. اوكي؟ بعد اذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ راح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني؟ حوار ولبست فيه فلوس وصلت ومر خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم، تشتغل مع ابو ورده، ابو ورده هشام. ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام، الله يخرب بيتك. بتفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا ان الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل. وزي ما كان ورا خطف هشام اخويا، كان هو برضو اللي ورا حكايه شنطه المخدرات ومحاوله قتلك في القسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت امينه؟ على الاقل هنفهم. لو كانت امينه ورا كل اللي بيحصل ده يبقى اكيد كل حاجه هتقف. ايوه بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للميا. انت ما تعرفيش بلدها فين، قرايبها، اي حاجه عنها. ايام الشغل كانت قالت لي كذا مره انها رايحه لناس قرايبها في السويس، بس بصراحه ما اعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفي عنها وانا هنزل ادور عليها بنفسي. ايوه بس انا جايه معاك، مش هتسيبني لوحدي. باشا يلا يا دي توقف بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبود؟ يا تسلم. خير يا كبير.
عايز عربية يا عبودة بس يكون ورقها سليم. طب اديني يومين ثلاثة كده أظبطها لك، بس ده عشان أنت حبيبي يعني. يومين ثلاثة إيه؟ أنا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ أنت عايزني أقلب لك عربية من الجراج ولا إيه؟ ليه؟ هو إحنا حرامية؟ هو أنت مش عربيتك سليمة؟ أنا عربيتي سليمة. طب هات المفتاح. مفتاح يا كبير. بص إحنا ممكن نقلب عربية من الجراج هنا عادي يعني. عبودة المفتاح. ألف شكر يا عبودة، طول عمرك مجدع وصاحب واجب. ربنا يستر. ألو يا شاب، بقولك في بلطجية كوم كسروا علينا البيت وخطفوا بسمة. أيوه، وقالوا إن أنت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان. إمتى الكلام ده حصل؟ من خمس دقايق كده. من دول يا هشام؟ وفين بسمة؟ رحيم كويس؟ كويس اهو يا حبيب امه، ده اتفرط من العياط من ساعة ما خطفوها. انا عايزة بسمة يا هشام، هاتلي بنتي يا هشام. يا بسمة اهدي، انا هتصرف. اهدي طيب، اقفلي دلوقتي وانا هكلمك تاني. يلا سلام يا حبيبتي يا بنتي. بابا احنا عايزين نشتري حاجه. انا الكلمه دي بتغيظني جدا. ايه عايزين تشتروا اي حاجه وخلاص؟ وبعدين انتم الاثنين خدتوا مصروفكم خلاص. يا حبيبتي احنا كده العيال ليه؟ احنا جايين نفسحه. معقول الكلام ده؟ خد يا حبيبي 10 جنيه. 10 جنيه بس هنجيب بيها احنا الاثنين. ايه 10 جنيه بت؟ 10 جنيه كنت بصرفها في سنه ولا في سنكم؟ بس وكمان انتوا هتتأمروا؟ يلا خدوها وامشوا. يلا روحوا. ال 10 جنيه بت بت. ايه مركز مع ايه كده؟ مع الدنيا. صحيح انا قريت الخبر بتاع داليا حامد ده، والست دي ما اعتقدش ابدا ان يكون ليها علاقه بالمخدرات. انت تعرفيها منين؟ كانت بتديني درس السنه اللي فاتت في التنميه البشريه، وقعدنا فتره كده متصاحبين. ست في قمه الاحترام والاخلاص. عادي، ولاد الناس ممكن يغلطوا. يغلطوا ماشي، لكن مخدرات مستحيل. وبعدين انا اعرف ان هي كانت مخطوبه لرجل اعمال مهم قوي على ما اعتقد اسمه زياد. عماد. بالظبط عماد. هو عملت ايه في عرض صاحبك؟ عرض ايه يا حبيبتي؟ العرض بتاع شركه الامن الخاصه. انا عملت سيرش عن الموضوع والموضوع طلع مربح جدا، هينقل حياتنا. أميرة أنا معرفش غير إن أكون ظابط. ما هو يا حبيبي يا أميرة قلت لك 100 مرة قبل كده، المسألة بالنسبة لي مش مسألة شغل. أنا بعمل حاجة مصدقها أوي، ومحمد ربنا